ديالي ان شاء الله. انا غير كنت صدرت مؤخرا 0/10، لكن هي اغنيه صدرتها غير اون اتوندون، يعني غير بحال ديك لا سالاد قبل ما يتحط العشاء، كتحط لا سالاد نزلتها. وانا دابا كنخدم على واحد الجديد اللي هو جديد كبير وخاسر فيه، وفوالا يكون كليب ويكون تصوير شي حاجه كبيره، وان شاء الله ان شاء الله يكون عند حسن ظن الجمهور ديالي، ويكون اغنيه ماشي غير المغرب، اغنيه باغي نعرف حتى الاجانب والدول الاخرى على بزاف ديال الحوايج كاينين في المغرب اللي ما تسلطت عليهم الاضواء. كلماته الحان الاستاذ رحال وزاني، وهي ديالو، كانت عنده في الريبرتوار ديالو، غناتها الفنانه سلمى اللي كنوجه لها تحيه وعزيزه عليا. وهذه الاغنيه انا يعني ما بغيتش انها يعني سلمى غناتها تبارك الله زوين، لكن ما خدتش حقها، والاغنيه عندها واحد جو بونسي 4 ولا 5 ans، فانا بغيت نحيها. يعني كيف ما كنحيو اغاني قديمه، يمكن تحيي شي اغنيه قديمه اللي ما تخدات ما عطاتلهاش حقها، فانا عجبتني وفيها ان ميساج زوين وفيها كلام زوين يعني ساهل، فبغيت انني نحيها وبالموافقه ديال المانجر ديالي اللي هو صاحب الاغنيه. هو الحمد لله يعني انا تقريبا كنكون بزاف في اوروبا في الخارج، هو حب الناس يعني كيطلبوني الناس، وهو حب الناس هو اللي كيجيب. كتكون الشطاره ديال المانجر والخدمه ديالو، ولكن حتى حب الناس والطلب حتى هو حاجه كبيره. ويمكن حتى انني انا كنغني جميع الالوان، كنغني الامازيغيه بصفه عامه، وكنغني الشعبي، كنغني الشرقي، كنغني الطرب كما كيسميوني صحابي، كيقول لي انت جوكر. فيمكن هذا واحد سبب مهم حتى هو، وحب الناس. عريس لا غتشوفوني في هذا العرس. عريس والله الا مازال مكرهتش، عرفتي انا عزيز لي العراسات، فاش كنحضر شي عرس سواء كنت خدام ولا كنت يعني غير انفيتي، كنكون جالس بقى كنقول فوقاش انا نبقى جالس، فوقاش انا نطلعوني في العماريه، فوقاش انا كيعجبني الجو ديال العرس بزاف، لان الاعراس المغربيه فيها بزاف ديال الحوايج اللي زوينين بزاف، فبغيت انا نعيشهم. فان شاء الله علاش لا، قريب. بيان سور كنشكر كاع الناس اللي كتساندني، كنشكر العائله ديالي وصحابي والجمهور ديالي في كل مكان، وكنقول لهم ديما بقاو معايا، ديما ساندوني وساندوا الفنان المغربي اولا. وان شاء الله يعجبكم الجديد ديالي، واحد الجديد اللي داكشي ديالها داكشي ديال النشاط، ها هو النشاط. ميرسي بزاف، شكرا ليوم 24.